الرحال عظيم الله وقوته بالمجد عظيمة جلت جلالته فوق كل شيء. السماوات يخبروا بالعظامة دياله والفلاك يطهروا خليقته الهائلة. يوم بعد يوم راهم يتحدوا وكل ليلة يعرفوا فيه. من بعد ما الله خلق السماوات خلق تاني الأرض، وبتراب الأرض خلق الإنسان ونسفله في نيفه نسمة الحياة. ربي إله الحب خلق الإنسان على صفته باش تكون عنده العلاقة معه، وهكذا في البداية الإنسان قادر وشرف الله وعاش متحد معه. وكان على هذاك الحال حتى لليوم اللي الشيطان غوى الإنسان ووكلوا الفاكهة المحرمة، وعلى جال داك الشيء الإنسان عصى الله وتبع سيرته وحده. على جال ذنوبه الإنسان فارق الله وتحاوز البرة جنة عدن. بصح الله بقى يحب الإنسان، ما كانش حاب يفارق الخليقة دياله. على كل حال كيفاش الله اللي هو القدوس العادل ما يحكمش على الإنسان على ذنبه؟ في كتابه المقدس الله ظهر واش كان مخطط باش يسلك الدنيا من العقاب. سيدنا إبراهيم كان واحد من الأولين اللي به تنعرف داك التخطيط. سيدنا إبراهيم كان إنسان عادل، الله وعده يباركه ويجعل ذريته كثيرة كي الرمل على شط البحر وكي نجوم السماء. الله باش يجرب طاعة سيدنا إبراهيم أمره يذبح وليده ويقدمه له ضحية. سيدنا إبراهيم دار لمان في الله وحب يطيعه. بصح غير رفد الموس باش يذبح وليدو، ملايكة من عند ربي حبسو. شاف باللي سيدنا إبراهيم يخاف الله ويحب يطيعو. من بعد شاف واحد الكبش قرونو حاصلين في الجيرة وذبحوا في عود وليدو وقدموا ضحية لله. بهذا الشي الله ظهر لسيدنا إبراهيم باللي لازم يكون كبش ولا حيوان بحاله ضحية باش يفدي الذنوب حتى لليوم اللي الله يبعث الضحية العظيمة اللي تفدي الناس وتسلكهم من ذنوبهم والخطايات ديالهم. وكما الذنوب فرقوا ما بين الإنسان والله، الضحية رايحة ترجع العلاقة اللي كانت بيناتهم. الكتاب المقدس يتكلم على واحد الشخص رايح يجي ويكون هو الضحية التامة اللي تسلك من ذنوب الدنيا. كيما الكبش اللي يتحط في عود وليد سيدنا إبراهيم،
هكذا هو يكون في عود الناس باش نتغفروا لهم ذنوبهم. البعض يقولوا باللي هذا الشخص المسيح هو اللي يجي يصلح ما بين البنيامين وبين الله مرة واحدة للتمام. الأنبياء تنباوا بالتدقيق ومرات كثيرة على المسيح قبل ما يجي بمئات السنين. النبي إشعياء تنبأ باللي الزيادة ديالو رايحة تكون معجزة وقال العذراء بالجوف رايحة ترفد وتزير بولد يسموه عمانوئيل، يعني الله معنا. النبي ميخا تنبأ باللي المسيح رايح ينزاد في مدينة بيت لحم. والنبي زكريا تاني تنبأ باللي يدخل لمدينة أورشليم القدس على حمار، وباللي يهودا واحد من صحابه راح يخونه. النبي يشعياء تنبأ بواش المسيح كان راح يدير كيجي وقال الله بعثني باش نبشر بالأخبار اللي يفرحوا المساكين، باش نبري القلوب المكسرين، باش ننادي بالحرية المحبوسين، ونعلن باللي الحق الوقت اللي الله يسلك شعبه. إما لا شكون هو المسيح؟ في بداية القرن الأول الله بعث سيدنا عيسى، والبعض حبوا يعرفوا ولا هذا هو المسيح اللي تكلموا عليه الأنبياء ولا هذا الشيء ممكن. ويا هل ترى حياته تمت كل واش تنبأوا به الأنبياء عليه؟ يا هل ترى سيدنا عيسى عظيم أكثر من النبي؟ اللي رانا نتبعوه هي القصة ديالو كما راهي مكتوبة في كتاب الله المقدس. واحد من الممثلين مثل الدور نتاع سيدنا عيسى، رانا عارفين باللي ما كانش واحد يستاهل يمثلو، بصح هذا الدور درناه باش نقدروا نفهمو ونستفادوا من حياة سيدنا عيسى المسيح. الكتاب المقدس يعلمنا باللي سيدنا الله إله واحد، ويعلمنا باللي الله ظهر للإنسان بالمسيح. اسمعوا واش مكتوب على حياة سيدنا عيسى كما معروف في الإنجيل. في زمان أغسطس إمبراطور روما كان هيرودوس هو الملك على منطقة يهودا. ربي سبحانه وتعالى بعث الملائكة جبريل لواحد الطفلة كانت عذراء واسمها مريم. ما تخافيش يا مريم، الله نعم عليك، راكي ترفدي الجوف وتولدي طفل تسميه عيسى وراح يكون عظيم. كيفاش يسرى؟ انا عاتق. روح الله تنزل عليه، وهذا الشيء برهن باللي هذا الولد هو المسيح المنتظر واللي يملك على الدوام. وراحت مريم اللي عنده وحده تكون لها اسمها اليزابيث مرت النبي زكريا. هي تاني رفزت الجوف بمعجزة من الله. إليسابيث، مريم، عزيزتي مريم، مبارك أنتي في جميع النساء، ومبارك اللي في كرشك. على بالك باللي صوت ديالك زغد الطفل في كرشي من الفرحة والبهجة. من كل قلبي نشكر ربي، نفسي وروحي هما يبهجوا الله سلاكي. جميع الجيال يستعرفوا باللي الله باركني. يا ناس الناصرة، اسمعوا الأمر اللي جاء من عند القيصر أغسطس. يتسجلوا جميع الناس الساكنين في المدينات اللي يحكم فيها القيصر، وعلى هذا الشيء لازم على كل إنسان يروح يسجل اسمه في بلاده.
وراحوا مريم ويوسف لمدينة بيت لحم باش يسجلوا سماواتهم تماك. وكي وصلوا ما صبوش مطرب يباتوا فيه، وتلزم عليهم باش يباتوا في كوري. كانوا في ديك البلاد رعيان غنم يتناوبوا في العسى على قطعتهم في الليل. على غفلة ظهر لهم ملايك عظيم وشرق عليهم نور الله بجلالته. اليوم نزاد لكم في مدينة داود مخلص المسيح مولاكم. الرعيان غاولوا باش يشوفوا المزيود اللي راقد في الكوري. هم الناس الاولين اللي بشروا بزيادة المخلص ابن العذراء. كي وصل عمر الطفل 8 أيام اللي هو يوم ختانته، سماوه عيسى كما سماه الملائكة. من بعد اداوه لمدينة القدس باش يقدموه قدام ربي. وكان في المعبد واحد الراجل صالح وتقي اسمه سمعان، وحاله الله باللي ما يموتش قبل ما يشوف المسيح. دوك يا ربي راني نقدر نموت مهني على حسب وعدك اللي وعدني به. على خاطر عيني شافوا سلاكك، هذا طفل مختار من عند الله. بارك الله فيكم. ومن بعد ما كملوا جميع فرائض شريعة الله راحوا من القدس لمدينة الناصرة. كي كان سيدنا عيسى عنده 12 سنة اداوه يوسف ومريم لمدينة القدس باش يعيدوا الفصح. بصح كي رجعوا لمدينتهم ما صابوش الطفل معاهم. إما لا رجعوا باش يحوسوا عليه. من بعد 3 أيام صابوه في المعبد واقف مع علماء الدين ويسقسي فيهم. هذا اللي راي سقسي ولد من؟ أوليد النصيرة عند بنا راح معنا. اسمح لي يا سيدي. جميع اللي سمعوه تعجبوا فيه. يا وليدي علاش درت فينا هذا الشيء؟ أنا وباباك تقلقنا عليك، حوزنا عليك في كل مضرب. علاش راكم تحوسوا عليا؟ ما على بالكمش باللي لازم نستكلف بأمور بابا؟ ورجع سيدنا عيسى معاهم لمدينة الناصرة. كان يكبر ويزيد في الحكمة برضاية الله والناس. من بعد 15 سنة من حكم القيصر تيبريوس كان بيلاطس حاكم على بلاد اليهودية، وهيرودوس حاكم على بلاد الجليل، وكان حنان وقيافة من كبار رجال الدين. ربي يوحى على سيدنا يحيى بن زكريا في الصحراء، وراح للبلدان القريبة من وادي الأردن يبشر ويغطس شهادة للتوبة. توبوا من الشر وتغطسوا في الماء باش يغفر لكم الله، كما راهو مكتوب في كتاب النبي إشعياء. صوت راهو ينادي في الصحراء، وجدوا طريق لربي مولاكم، جعلوا له طريق مستقيم. كل واد لازم يتعمر، وكل جبل وهضبة تنهبط. الطرقان المعوجة يتشقموا،
والعقبات والحدورة وجميع الناس يشوفوا سلاك الله. واش نديروا؟ قلنا واش تحب عنا؟ آه يا ولاد الفاي. ايه واش تحبنا نديروا؟ قلنا واش من الطريق ناخدو؟ كل من عنده زوج لبسات يعطي وحدة للمحتاج، واللي عنده الماكلة يدير كيف كيف. سيدنا احنا نلمو العشور، اش نديرو؟ ما تديوش الزيادة من الناس. واحنا الجنود واش لازم نديرو؟ ما تديوش حق الناس بالقوة، ما تشهدوش بالزور على حتى واحد، وتاني ارضاو بخلاصكم. ملا انت المسيح؟ انا نغطسكم في الماء، بالصحة راهو يجيكم واحد عظيم عليا. انا ما نستاهلش نحل حتى خيوط صباطو، هو اللي راهو رايح يغطسكم بروح الله، ورايح يفصل ما بين القمح والتبن، وياخذ ذاك التبن ويحرقوه بالنار. وهبطرف الله على سيدنا عيسى بصفة حمامة. وتسمع من السماء صوت يقول: أنت ابني العزيز اللي رضيت عليه. وكيبدأ سيدنا عيسى رسالته كان في عمره قيس 30 سنة، وكيرجع من واد الأردن كان معمر بروح الله اللي قادوا للصحراء، وتماك جربوا بليس مدة 40 يوم، وطول هذا المدة ما كلوا والو. كلم ابليس وقال له: واذا انت ابن الله قل هذه الحجرات لي خبز. مكتوب في التراث ماشي بالخبز للانسان يحيى، بالصح بكلام الله. وطلعوا بليس المضرب عالي ووراله في الحين جميع ممالك الدنيا. نعطي لك السلطة ومجد كل هذه المملكات على خاطر راهم ملكي، ونعطيهم لمن حبيت، وإلا تسجد قدامي راه يكون كل هذا الشيء ليك. الكتاب يقول لربي إلهك أسجد ومن غيره ما تعبد. ومن بعد إبليس قادوا لمدينة القدس وطلعوا ووقفوا على سطح المعبد. ويلا صح أنت ابن الله، أرمي روحك من هنا للتحت، على خاطر مكتوب باللي يوصي الملائكات ديالو باش يحفظوك، وعلى يديهم يرفدوك باش رجليك ما يقيسوش الحجرات. الكتاب يقول ما تجربش ربي إلهك في حتى شيء.
وجا سيدنا عيسى للنصرة وين مزاد. وفي يوم السبت ادخل سيدنا عيسى للمعبد كالعادة. وطلبوا منه الشيوخ باش يقرأ لهم آيات من كتاب النبي إشعياء. الله انزل من سماع ليا على خطر خيرني باش نبشر القلالين، بعثني باش نعلن المحبوسين التسريح ونجعل العميين يشوفوا والنادي بالحرية للمظلومين، ونقول راه جا الوقت اللي ربي فيه يسلك جميع الناس. لا صحيح واش قريته وسمعته راهو تحقق، كل شيء تحقق اليوم، الكتاب تحقق، بس غير المسيح يقدر يحقق هذا الوعد. كيفاش نتاكدوا؟ بلا شك رايحين تقولوا لي هذا المثل، يا طبيب داوي روحك، وتقولوا لي ثاني دير في بلادك جميع الحاجات اللي سمعنا بيك درتها في كفر نحوم. نقول لكم ما كاين حتى نبي مقبول في بلادي. وبهذا الكلام سيدنا عيسى برهن باللي هو المسيح المختار من عند الله باش يسلك شعبه، بصح اليهود ما امنوش بيه وكان قصدهم يرميوهم من طرف الجبل، بصح جاز ما بيناتهم وكمل طريقه. وراح لمدينة كفر نحوم اللي في الجليل. كان الاحتلال الروماني في كل مضرب، وجميع الناس كانوا يستناو في المسيح بلهفة باش يحررهم من الظلم اللي راهم فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سمعان نقدر نذكر؟ اتفضل. واش رايح يخلينا؟ علمنا، نورنا، اهدينا، سيدنا، علمنا. وحكى سيدنا عيسى قصة الفارسي والعشار. مرة دخلوا زوج رجال المعبد باش يصليوا، الفارسي وقف باش يصلي وقال لشكرك يا ربي على خطر مرانيش كيما الناس الاخرين اللي طماعين ظالمين وزانيين، ونشكرك على خطر مرانيش كيما هذا العشار. نزكي من مالي ونصوم تاني زوج مرات في الاسبوع، بصح العشار وقف بعيد وما قدرش حتى يرفد عينيه للسماء، كان بالحق ندمان وقال يا إله أرحم عبدك أنا الخطيء. نقولكم العشار رجع لداره برضاية الله ماشي كيما الفارسي، على خطر الجميع اللي يتكبر يندل واللي ما يتكبرش ربي يرفع شانه. طبع الفلوكة وين المغامق، ومن بعد ارمي الشبكة انت وجماعتك. يا سيدي طول الليل وحنا نصيدو بلا فايدة.
بصح نحاولوا بلاك كاش ما نجيبو. يعقوب يحيى بركة. بعدني يا سيدي، أنا رجل مذنب. ما تخافش، خلاص باليوم من تالي تصيب الناس. أروحوا لعندي وتصنتوا لكلامي، اسمعوا لي باش تعيشوا. اطلبوا ربي مدام راهو معاكم، ادعيوه مدام راهو قريب. الدنيين يبعدوا على طريقهم الشرانية وافكارهم الفاسدة ويتوبوا لله باش يرحمهم ويغفر لهم، وربي يقودكم بالفرحة والسلامة. راهو جاي هنا، شوفوا سيدنا عيسى مترجلك سلك بنتي الوعيدة. مرحبا سيدي، عندها 12 سنة وراهي تموت، مترجلك هي لداري. يا إيروس اسمح لي. عيسى بنتك راهي ماتت، ما تكثرش على سيدنا عيسى. ما تخافش، أمن بيا برك وراهي تسلك. ما تبكيوش، ما ماتتش، راهي غير راكدة. بنتي نودي. أعطيوها واش تاكل. نوصيكم ما تقولوا حتى حد واش صرا. وفي الطريق سيدنا عيسى تلقى بالعشار اسمه متى، قاعد عند باب المدينة يلم في العشور من عند الناس. تبعني.
طلع سيدنا عيسى للجبل وبقى تماك طول الليل يصلي لربي. طلع النهار أخير من تابعينه 12 وسماهم رسل. سمعان اللي سماه بطرس، أندروس خو بطرس، يعقوب، ويوحنا، فيليب، بارتولوميوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، سمعان المعروف بالتوري، ويهود أخو يعقوب، ويهود الإسخريوطي اللي خدعوه. ساعدكم يا الجلالين على خطر ملكوت الله ليكم، ساعدكم يا الجيعانين على خطر تشبعوا، ساعدكم يا البكايين على خطر تفرحوا، ساعدكم كي الناس يكرهوكم وينكروكم ويهينوكم ويقولوك فيكم الشر على خطر تبعتوني، كي الحق الوقت عندكم الحق تفرحوا، على خطر أجركم عظيم عند الله، على خطر هكذا داروا جدودكم من قبل في الأنبياء. ستاش، سبعتاش، تمنتاش، تسعتاش، عشرين. هذا ما عندي. وش تعني بهذا ما عندي؟ يا ويلكم انتم يا المرفهين، خاطر راكم نلتوا العز. ما يحبش يكون مرفه، هذا مهبول. يا ويلكم اللي رايحين تضحكوا، على خاطر راكم رايحين تبكيوا. يا ويلكم ويلام تحكم الناس، على خطر هكذا داروا جدودكم مع الأنبياء الكذابين. بس حنقول السامعين، حبوا عديانكم، ديروا الخير في كارهينكم، باركوا اللي نعلوكم، ادعيوا بالخير اللي ظالمينكم. اللي ضربك على خدك اعطيه تاني خدك لاخر. اللي دالك الباسك زيد له قبشتك. اللي يطلب منك حاجة اعطيها له. كل من دالك حقك ما تطلبوش يرجع حالك. عاملوا الناس الاخرين كيما تحبوهم يعاملوكم. ولا تحبوا غير اللي يحبوكم، واش من فضل يكون عندكم؟ خطر الشراني يحب غير اللي يحبوا، ولا عملتوا الخير في اللي عملوا فيكم الخير، واش من فضل يكون عندكم؟ الشراني يدير هكذا، حط يدو عليها. علاش يتكلم معها؟ تبهديلا.
لا، حبوا عديانكم، عاملهم مليح، ساعدهم بالصفا والنية باش يكون أجركم كبير، تكونوا محبوبين عند الله، ربي ينعم على جميع الناس حتى للشرانيين. المثل يقول أرحموا الناس يرحمكم الله. سيدي سلكنا. ما تحكموش على الناس بالظلم باش ربي ما يحكمش عليكم. سامحوا وربي يسامح لكم. يا سيدي ورينا طريق الصواب. مدوا هكذا ربي يعطي لكم، كما تعاملوا الناس ربي راهو يعاملكم. الأعمى ما يقدرش يقود أعمى، لو كان يقودوا يطيحوا في حفرة. وعلاش تشوف التخشى اللي في عين خوك وما تشوفش الخشبة اللي في عينيك انت؟ سيدنا قودنا. سيدي نحتاجوك. سعد اليمات اللي ولداتك وردعاتك. بارك الله في الناس اللي يسمعوا كلام الله ويطيعوه. أنا حبيت نتعرف به. أتظن باللي هذا هو المسيح؟ واحد من الفارسيين عرض سيدنا عيسى باش ياكل معاه. سيدنا عيسى دخل داره وقعد ياكل. يلا يا الدراري خرجوا، سمعتوني؟ روحوا كيسيبوا غرضهم يديروا واش يحبوا. واش جابها هذه هنا؟ ما نعرف. واش راهي تعمل؟ كانت الصحة هذا الراجل راهو بي كان يعرف شكون هاد المرأة اللي راهي تمسو. ويعرف باللي هي امرأة زانية. سمعان نعرف شكون هاد المرأة. اسمع واش نقول لك. واحد الراجل كان يسال دراهم لزوج رجال، سلف الواحد 500 دينار والاخر 50، ما قدروش يردوا له الدين. ما لا سمح لهم في زوج، شكون فيهم يحب اكثر؟ نظن داك اللي عليه الدين الكبير. عندك الحق. شفت هاد المرأة؟ دخلت لدارك ما عطيتنيش المال رجليا، بصح هي شمختهم لي بدموعها ومسحتهم لي بشعرها. انت يا ما سلمتش عليا، هي ملي دخلت تبوس في رجليا. انت يا ما دهنت ليش راسي بالزيت وهي دهنت لي رجليا بالريحة. قولك صح، على خاطر حبت بزاف ذنوبها الكتيرة تغفرت. هذاك اللي تغفر له قليل هو اللي يحب قليل. راهي ذنوبك مغفورة. كيفاش يقدر يقول هذا الشيء؟ كيفاش يقدر يقول؟ مالك سلكك. السلام. ومن بعد مشى سيدنا عيسى يبشر بملكوت الله ومعاه الرسول 12 وكانوا معاه النسال اللي براهم وخرج منهم جنون، مريم المجدلية وحنا المرأة نتاع كوزي وكيل الملك هيرودوس وسوسنة.
بصح الملك هيرودوس حاكم الجليل حط يحيى الغطاس في الحبس على خاطر لامو وقال له حرام عليك تتزوج مرت خوك. ايوا وكي دخلنا مدينة ناين شفنا جماعة رافدين ميت، كان الميت وحيد مراه جالة، وكي شافها سيدنا عيسى تحنن قلبه عليها، مس النعاش وقال الميت نقول لك نوض. من بعد الميت نهض ورجعوا سيدنا عيسى ليماه. سقسيه قل له انت اللي قال عليك يحيى راهو جاي ولا نستنى واحد اخر؟ سيدنا سيدنا يحيى بعثنا سقساوك، وإلا صح انت هو اللي راه جاي وإلا نستناو واحد آخر. أرجع وقول ليحيى وشفت وسمعت، لا ما يشوف العيب يمشي، يا سعد اللي إيمانه راه تابت فيا. بابا رفدني. اطلع فوق كتافي، راك تشوف دروك؟ راني نشوف سيدنا عيسى. خرج فلاح الجنين باش يزرع، كي كان يزرع طاحت له شويه زريعات طول الطريق وعفسوها وزادوا زواوش كلاو منها كامل. طاحت شويه على الحجر، كي نبتت ديك الزريعه يبست على خاطر الارض كانت يابسه. شويه منها طاح في الشوك، بصح الشوك نبت معها وغمها. شويه طاح في تراب مليح، وكي نبتت جابت واحد الغلة مئة مرة أكثر من غلتها. سيدنا وعلاش راك تهدر قدام الناس بالمثال الصعيبة؟ ليكم انتم اللي تعطات معرفة ملكوت الله، بصح الاخرين الكلام بالأمثال باش كي نظروا ما يشوفوا وكي يسمعوا ما يفهموا. هاي المعنى نتاع هذا المثل. الزرع هو كلام الله، الزرع اللي في الطريق هما اللي ما يسمعوش، بصح ابليس يجي ونحي الكلمة من قلوبهم، هكذا ما يكونوش عندهم الإيمان وما يسلكوش. اللي في الحجر هما اللي كيسمعوا الكلمة يقبلوها بفرحة، بصح هما بلا عروق، يمنوا برك مدة قليلة وفي وقت التجربة راهم يبعدوا. الزرع اللي طاح في الشوك هما اللي يسمعوا، يروحوا بالصح مخنوقين من هموم الدنيا وغناها وزهوتها وما يعطيوش غلة مليحة. واللي في ذاك التراب المليح هما اللي كيسمعوا كلام الله يحافظوا عليه بقلب صالح وطايع، وبتباتهم يجيبوا الغلة. ما كاش واحد يشعل مصباح ويغطيه ولا يحطه تحت فراش، يحطه في مضرب عالي هكذا الناس اللي يدخلوا يشوفوا النور، على خاطر كل شي اللي يتخبى يعيا ويبان، وكل شي اللي هو سر يعيا وينكشف ويظهر للنور. ردوا بالكم واش تسمعوا، على خاطر اللي عنده راه يتزادلو، واللي ما عندوش حتى اللي كان يظن عنده يتنحالو. سيدنا يماك وخاوتك راهم واقفين برا حبوا يشوفوك. يما وخاوتي هما اللي يسمعوا كلامه ويطيعوه.
واحد النهار سيدنا عيسى ركب في فلوكة مع 12 رسل ديالو، قال لهم أيوا نقطعوا للشط الآخر، وفي الفلوكة سيدنا عيسى رقد. وين إيمانكم؟ وقطعوا البحر ووصلوا لبلاد الجراثيم اللي مقابل الجليل. الله العلي، واش بينك وبيني؟ نترجعك، ما تعاقبنيش. قل لي اسمك انت. احنا جيوش نطلبوك سيدنا، ما ترميناش في الهوية، دخلنا في قطيعة هذا الحلف. هاي ارجع، احبس. وخرجوا جنون من الراجل، ارجع، ودخلوا في الحلال. امشي منا، انت سحار، بعدنا، امشي من هذا المكان، بعدنا، امشي منا. انا نكون معاك وين تروح، خليني نجي معاك. روح للدار واحكي لهم واش دار لك ربي. سيدنا عيسى والرسول نعزلوا مع بعض البيت صيدا. بصح بزاف تعلموا منه وتبعوه. ومع العشية بطرس قال: سيدنا
قول الناس يسهلوا باش هكذا يروحوا للمدينات والقريات المجاورة ويصيبوا الماكلة والمباتة. هنا غير الخلا. أعطيهم منتومة واش ياكلوا. بصح عنا غير 5 خبزات وزوج حوتات. نحمدوك يا ربي مولانا مالك الكون يلي تخرجنا الخبز من الأرض. كانش منها. واش يقولوا عليا الناس؟ البعض يقولوا انت يحيى، والبعض يقولوا انت ايليا، وبعض اخرين يقولوا انبي من الانبياء القدام عاود احيا. ايه وانتوما واش تقولوا عليا؟ انت مسيح الله. ما تخبروا حتى واحد، لازم ابن الانسان يتعذب بزاف وينكروه ورايح يتقتل، بصح 3 أيام من بعد يحيى. شكون فيكم يجي معايا؟ حبيت نتبعك سيدي، بالصح خليني قبل نسلم على العائلة ديالي. الجميع اللي شد المحرات ويشوف مراه ما يستاهلش يكون في ملكوت الله، ولا واحد يحب يجي معايا لازم ينسى روحه، يتحمل العذاب كل يوم ويتبعني. اللي يحافظ على حياته يضيعها، واللي يضيع حياته على جالي راهو يسلكها. وش من فايدة كي واحد يربح الدنيا كاملة ويخسر نفسه؟ ولا كاش واحد يحشم بي وبكلامي؟ إما لا ابن الإنسان تاني يحشم به نهار يجي في مجده ومجد الأب السماوي والملائكة المقدسة. نعهدكم كان هنا البعض ما يموتوش حتى يشوفوا ملكوت الله. من بعد سيدنا عيسى طلع للجبل يصلي مع يحيى يعقوب وبطرس.
وكي كان يصلي تبدلت صفة وجهه ولباسه ولا بيض يلمع. ظهروا له زوج أنبياء بمجد إلهي، هما سيدنا موسى وسيدنا إيليا، وتكلموا معاه. راك رايح تحقق مجد الله وراك تموت في أورشليم. كي فارقوه الأنبياء بطرس كلم سيدنا عيسى. يا سيدي هذا المكان شحال مليح، نوجدو تلت خيمات وحده ليك. وكي كان بطرس يهضر معاه هبطت صحابه وغطاتهم وحده لإيليا، وخافوا صحابه وسمعوا صوت من السما يقول هذا ابني المحبوب اسمعوا ليه. نترجاك شوف لوليدي، نترجاك عاونه، ما عندي غير هاد الولد، اطلب من صحابك يخرجوا الجن منه وما قدروش. يا جيل معاكس وقليل الايمان، شحال رايح نبقى معاكم ونتحملكم؟ جيب ابنك انا. وش مصفى راه برا تاكل العجيف. علمنا الصلاة كما يحيى علم صحابه. يتصلوا قولوا بابانا اللي في السماء، يتقدس اسمك ويجي ملكوتك وتكون مشيئتك في السماء كما في الأرض. أعطينا خبزنا الكافي كل يوم، واغفر ذنوبنا كما نغفر احنا تاني لجميع اللي ظلمونا، ما دخلناش في التجربة بصح نجينا من الشرير. الطلبو يطعطع لكم، حوسوا تصيبوا، دقتقوا في الباب راهو ينفتح لكم. الجميع اللي يطلب يطعطع له، واللي يحوس يصيب، وينفتح الباب للجميع اللي دقتقوا. شكون فيكم الاب اللي يعطي لوليده حنش كي يطلب منه حوتة، والعقرب كي يطلب منه بيضة؟ مهما كنتوا شرانيين ترضاو غير المليح لولادكم. إما لاش حال الأب اللي في السماء يعطي الروح القدوس اللي يطلبوه.
نقولكم ما تخموش على حياتكم واش تاكلوا وعلى داتكم واش تلبسوا، خاطر الحياة خير من الماكلة والدات خير من اللبسة. شوفوا الزواوش ما يزرعوا ما يحصلوا وما يخزنوا، والله يقوتهم. وانتو ما قيمتكم خير من الزواوش؟ شكون فيكم اللي بهمومه يقدر يطول في حياته؟ وإلا ما قدرتوش على القليل علاش تخموا على الباقي؟ شوفوا للنوار كيفاش يكبر، ما يخدم ما يغزل، حتى سيدنا سليمان في عز مجدو ما لبش كما ولا وحدة فيهم. وإلى الله يكسي اليوم الحشيش اللي رايح يتحرق غدوة، كيفاش انتما ما يكسيكمش؟ آه يا قلال الإيمان. قوي إيماننا. وإلى إيمانكم قد حبت الخردة تقولوا لهذه الشجرة نتاع التوت اتقلعي من هنا يا بعروقك وتغرسي في البحر راهي تاعكم. الشهوات يوصلوا دائما للذنوب، ويا ويل اللي سببها، على خطر لو كان يعلقوا له حجره في رقبته ويرميوه في البحر خير له من اللي سبب يا لو كان ذنب من ذنوب صغار. باش نشبهوا ملكوت الله؟ نشبهوه لحبه خردل غرسها راجل في الجنان ديالو، نبتت كبرت ولات شجره، والزواوج داروا عشهم في غصانها. أنا ما فهمتش وش راه يقول. وعلاش تاكل وتشرب مع الحرايميين والفاسدين؟ اللي لاباس راهم ما يحتاجوش طبيب، المرضى هما اللي يحتاجوه. أنا ما جيش على جال التقيين، جيت على المذنبين باش يتوبوا. كلمنا على ملكوت الله، كاين كاش حاجة أخرى؟ ما تخافوش يا القطيعة الصغيرة، الأب اللي في السماء بيعطي لكم الملكوت. بيعوا كل واش تكسبوا وصدقوا للفقراء، ويا مات الأخرى لايموا مال ما يتخسرش، وجمعوا كنز في السماء وين ما يفناش خلاص، باش حتى سارق ما يوصلوا، حتى دودة ما تسوسوا. على خطر وين يكون كنزكم تم قلبكم. يا امرأة راكي بريتي من مرضك، شوفوا شوفوا برات، هذه معجزة. هيا وشوفوا برات المجد ليك يا الله. 18 سنة نحمدوك. عندنا 6 أيام الخدمة نخدموا فيهم كيما نحبوا، بالصح ماشي في نهار الصبوت. يا منافقين، كاش واحد فيكم يحل شرباط الحمار ولا الطور ديالو باش يعطي لهم يشربوا في نهار الصبوت؟ هاد المرأة اللي من درية سيدنا إبراهيم عندها 18 سنة وهي مكتفة، ما تستهلش تبرا في نهار السبوت؟
يا سيدنا العالم، واش ندير باش ننال الجنة؟ علاش تقولي العالم؟ ما عالم غير الله وحده. تعرف الشريعة، رد بالك عمرك ما تزني، وعمرك ما تقتل وما تشهد شهادة الزور، وتاني قادر يماك وباباك. هذه الشريعة أنا اتبقتها من اللي كنت صغير. ما زالت خصك حاجة واحدة تديرها، بيع جميع واش عندك وزرعه على الفقراء، هكذا تقدر تكسب كنز في السماء من بعد روح تبال. بصح احنا تجار مرفهين، شحال صعيب على المرفهين يدخلوا ملكوت الله، على خطر واعر على المرفه باش يدخل ملكوت الله، اكثر من الجمل كي يدخل من العيل البرا. اشكون لي يسلك؟ اللي محال عند العبد ماشي محال عند الله. وقتاش يجي ملكوت الله؟ ملكوت الله ما يجيش وما يظهرش بصفة واضحة. واحد ما يقول شوفوا راهو هنايا ولا لهي، على خطر ملكوت الله راهو فيكم. رايحين يجيو يامات من تتمناو تشوفوا فيها نهار واحد يبنو الإنسان، بصح ما تشوفوش، على خطر كما البرق اللي يجي من السماء ويضوي من جهة لجهة، هكذا يكون ابن الإنسان كي يجي في نهاره. بصح في الأول لازم يتعذب بزاف، وهذا الجيل ينكر. راهو يكون سهل على الأرض والسماء باش يفناو أكثر من نقطة من حروف الشريعة باش تزول. كثير من الأنبياء والملوك تمناو يشوفوا واش شفتوا وما يشوفوش، يسمعوا واش سمعتوا وما يسمعوش. واش نديرو؟ واش مكتوب في الشريعة وكيفاش تفهمها؟ حب ربي إلهك بكل قلبك من كل روحك من كل قوتك ومن كل عقلك، وحب غيرك كما تحب روحك. عندك الحق، دير هاد الشي تحيا. شكون هو غيري؟ ماشي العسكر، ماشي القيصر. كان واحد الإنسان هابط من أورشليم لمدينة أريحة، هاجموه السراقين، ضربوه سرقوه وخلوه في الموت. واحد الرجل من رجال الدين كان جايز من ديك الطريق، شافوا بصح كمل طريقه. وتاني واحد اللاوي يخدم في المعبد جاز من ديك الطريق، شاف داك الرجل وكمل طريقه. بصح واحد السامري من القوم المحقور عن بني إسرائيل كان مسافر، قرب ليه كي شافه حن عليه، وكي دن عليه دوالو جروحه بالزيت والشراب، وزاد ركبه على جحش وداه للفندق وتم تهلا فيه. وغدوة من داك كان رايح جبد دينارين وعطاهم للمول الفندق وطلب منه باش يرد بالو عليه، وقال له كي نولي نغرم لك الزيادة اللي تصرف عليه. شكون من هاد التلاتة هو القريب من الراجل اللي هاجموه السراقين؟ هذاك اللي عملوه مليح. ملا روحو ديرو بحالو. خليو دراري صغار يجيو لعندي وما تمنعوهمش، خطر ملكوت الله ليهم. الحق الحق نقولكم، اللي ما يقبلش ملكوت الله كما الطفل الصغير راهو ما يدخلش ملكوت الله. اللي قبل هاد الطفل على جالي راهو قبلني، واللي قبلني راهو قبل الله اللي بعتني، على خطر عند الله الصغير فيكم هو الكبير. واش كاين هنا؟ واش راه صاير؟ سيدنا عيسى الناصري راه جايز. سيدنا
عيسى يا ابن داود ارحم عبدك. قل لي وش تحب نديلك؟ حبيت نولي نشوف. هيا شوف إيمانك راه براك. راني نشوف. وكي كان سيدنا عيسى مسافر لمدينة أورشليم تبعوه بزاف الناس وطلبوا منه باش يهديهم لطريق السلاك ويفهمهم مليح على ملكوت الله. صح هذا الرجل راه نبي. مولاي سيدي سلكني. مولانا سلكنا. المجد ليك. ورينا طريق الحق. وبدا الغاشي يقبل سيدنا عيسى ويمن به. كان واحد الراجل اسمه زكا يسكن في أريحة، كان قصير القامة، حب يشوف مليح سيدنا عيسى إما لا طلع فوق الشجرة. أهويك مولا عشور. زكا غاول أهبط، اليوم راني جاي نضيف عندك. عندي؟ شكون يقبل يدخل دار؟ كيفاش زكا يعرف عيسى؟ اسمعوا، نعطي نص من موالي للقلالين، وإلا كنت ظالم كاش واحد راني نرد له حقه 4 مرات. ما كانش منها العشار يرجع دراهم للناس، هذا الشيء محال. السلاك راهو جا اليوم لهذه الدار. هذا الرجل تاني من درية سيدنا إبراهيم ابن الإنسان، جا باش يسلك الضايعين. اسمعوا، رانا رايحين لأورشليم ويتحقق هو واش كتبوه الأنبياء على ابن الإنسان. رايح يتسلم ليدين الكفار، يستهزاو به وتاني يسبوه ويبصقوا عليه، يجلدوه ويقتلوه، وفي اليوم الثالث رايح يقوم. سيدنا عيسى كان عارف باللي رايح يموت على جال ذنوب الناس، بصح راح لأورشليم. بزاف الناس لقاوه بالفرحة واستقبلوه كل ملك ديالهم. سيدنا قول الرسول ديالك يسكتوا. نقولكم لو كان هادو يسكتوا الحجر الثاني يبداو يعيطوا. السلام العز المجد ليك. ها
سيدنا عيسى وصل لمدينة أورشليم وكشافها بكى عليها وقال: لو كان برك عرفتي لليوم يجيك سلام بصحتك راح مخفي على عينيك يجي ويمات وين عديانك حيطوا بيك بالصوار ويحصروك من جهة لجهة ويزيدوا يهدموك في وسط الصوار أنت وولادك وما يخليوا فيك حجرة على حجرة على خطر ما عرفتيش الزمان اللي زارك فيه مسيح الله ويسلك. ولا معبد القدس في أورشليم مضرب للتجارة في عوض ما يكون للصلاة والعبادة. دار الصلاة بصح انتوما درتوها للسرقة. عيطوا العساسين. وصارت الفوضى بين كبار رجال الدين وعلماء الشريعة على خطر الشعب كان ينادي له الملك. سمعت باللي كاين بزاف اللي تحاولوا كل ملك. ملك؟ ملك المنجوسين والخاينين. شفنا ناس بحاله جاو دعاو برواحهم راحوا ونساوهم. رد بالك، الشهرة ديالو راهي تزيد كل يوم وراه يعجب جميع الناس وحاسبينه ملك. نوصيكم ردوا بالكم، لو كان يزيد يدير الفوضى انتم المسؤولين. بالك عنده الحق، جاء الوقت باش نقابل هذا الجليلي. قد ما وقفوا ضد جماعة المنافقين والكتاب والفريسيين قد ما زاد تغلب عليهم وزاد ولا مشهور اكثر واكثر وكثرت العداوة عند الناس اللي ضده. واحد النهار في المعبد هذا شوية سيدنا عيسى شاف هجالة فقيرة صدقت زوج سردي. أعطيه وكتار. نقول لكم هذه الهجالة الفقيرة أعطت أكثر من الكل على خطر الأخرين أعطاه واش يبقى من زيادة اللي عندهم وهي المحتاجة كيما راهي أعطات واش عندها. قول لنا بواش من سلطة دير هذا الشيء؟ شكون اللي عطاك هذا السلطة؟ ولا تاني نسقسيكم، يحيى يغطس للتوبة من عند ربي ولا من عند الناس؟ واش نجاوبوه؟ ولا قلنا من عند ربي، أما لا يقول لنا علاش ما آمنتوش به؟ بصح إذا قلنا من الناس الشعب يرجمنا، راهم واثقين باللي يحيى نبي. ما راناش عارفين منين. وانا تاني ما نقولش بواش من قوة درت هذا الشيء. واحد الرجل غرس الجنينة للداليات وكراها الخماسين وسافر غاب مدة طويلة وكي طاب العنب والحق وقته بعد خديم للخماسين
باش يبعثوا له حقه من الغله. بصح الخماسين ضربوه ورجعوه يديه فارغين. زاد بعد خليم اخر، بصح الخماسين زادوا ضربوه وبهدلوا به ورجعوه يديه فارغين. ومن بعد زاد بعد خديم ثالث، بصح الخماسين جرحوه وحاوزوه. إما لام الداليات قال: واش لازم ندير؟ نبعث وليدي العزيز. بلا شك راهم يقادروه، بصح غير شافوه الخماسين شاوروا عليه وقالوا: هاوليك ابن الوارد، هيا ونقتلوه ويولي الورث لينا. كمل سيدنا. من بعد خرجوه من جنان الداليات وقتلوه. ودرك واش رايح يدير مول الداليات الخماسين؟ رايح يقتل دوك الرجال ويعطي الداليات الخماسين اخرين؟ واش تعني هاد المعجزة؟ الحجرة اللي رفضوها البنايين ولات بالشان والقيمة عند الجميع. الجميع اللي يطيح على ديك الحجرة يتكسر، او لا طاحت على كاش واحد راهو يرجع غبرة. سيدنا رانا عارفين باللي كلامك صادق، وعارفين باللي انت يا ما تديرش حساب للناس بالصح، تعلم طريق ربي للناس بالحق. قلنا حلال علينا لو كان خلصوا الجزية للقيصر ولا لا؟ لا رد بالك، راه يشرب فيك. وري وليدي نار. التصويرة اللي فيه ديال من؟ للقيصر. إما لا اللي للقيصر، رجعوه للقيصر، واللي لله رجعوه لله. والحق عيد الفطير عيد تحية الفصح، يوم سلك اليهود من يد فرعون. سيدنا عيسى بعث سمعان بطرس ويحيى باش يوجدوا عشاد عيد الفصح. شحال كنت نتمنى ناكل عشاء عيد الفصح معاكم قبل ما نتعذب، على خطر راني ما ناكلش منه حتى يتحقق ويكمل ملكوت الله. تبارك الله يا إلهنا، يا ملك الدنيا، يا مخرج الشراب من الفاكهة، خذوا هذا وتقاسموا بيناتكم، على خاطر نقولكم ما نشربش من غلة الدالية حتى يجي ملكوت الله. تبارك الله يا إلهنا، يا مالك الدنيا، يا مخرج الخبز من الأرض، هايداتي للتحطات على جالكم، ديروا هكذا باش تفكروني. هذا الكاس هو العهد الجديد بدمي اللي يسيل على جالكم. بصح حيلك اليد اللي تسلمني راهي معايا في هذا الميدة. بالحق ابن الانسان يموت كما كان مقرر، بصح يا ويل هذاك الانسان اللي سلمه. مستحيل اسراش. ما تسراش، هذا محال. سيدي شكون الخاين؟
راهو الكبير فيكم يكون بحال صغير، والحاكم يكون بحال الخادم. شكون هو الكبير؟ اللي قاعد باش ياكل ولا الخديم؟ بلا شك داك اللي قاعد، بصح انا بيناتكم كي الخديم. انتما وقفتوا معايا في محايني، وكيما اعطاني باب الملكوت انا راني رايح نعطيلكم تاكلوا وتشربوا على متي في ملكوتي، تقعدوا على العراش باش تشارعوا قبيلات اسرائيل الطناش. إما لا ما يخونوكش. سمعان سمعان انتبه، الشيطان حب يغرب لكم كامل ويصفي المليح من الدوني كيما الفلاح كيصفي القمح من التبن. بس حراني دعيت لك باش ما ينقش ايمانك، وكي ترجع لعندي لازم انت تشجع خاوتك. يا سيدي راني مستعد نروح معاك للحبس ونموت معاك. ونقول لك يا بطرس، السرتوك ما يصيحش اليوم قبل ما تنكرني انت تلت مرات. كي بعتكم بلا تصدام بلا مزود بلا صبات خاصتكم حاجة؟ والو، درك اللي معاه تصدام ولا مزود ياخدهم، واللي ما عندوش سيف يبيع بلطوه ويشري واحد. ونقول لكم راهو مكتوب في إشيعية كان محسوب مع القتالين، والكلام اللي تقال عليا لازم يتم. شوف سيدي هاهم زوج سيوفة. هادو يكفيو. واجتمعوا الشيوخ باش يشوفوا كيفاش يقضيوا على سيدنا عيسى. ودخل الشيطان في قلب يهودا الإسخريوطي واحد من الرسل 12، خطط معاهم باش يحكموا على سيدنا عيسى. سيدنا عيسى راح من أورشليم لجبل الزيتون يصلي. صليوا باش الشيطان ما يقدرش يغويكم. يهودا الإسخريوطي باع سيدنا عيسى ب30 صفدي فضة. سيدنا عيسى كان عارف باللي وصلت ساعة موتو على جال ذنوب الناس وصلى. يا بابا ولا حبيت بعد عليا كاس العذاب، مهما كان إرادتك هي اللي تكون. ونزل ملائكة من السماء وظهر له باش يقويه، وبدا العرق يسيل من جبينه ويقطر على الأرض كالدم. علاش راكم راقدين؟ نوضوا صليوا باش الشيطان ما يقدرش يغلبكم.
يهودا، بوسة واحدة تخدع ابن الإنسان. سيدنا نضربوا بالسيوفة. هيا حكموا. هيا بركات. هذه معجزة. خرجتوا عليا بالسيوف والعصات كلي واحد سراق، كنت معكم كل يوم في المعبد وما مديتوش يدكم عليا، بصح لحقت ساعتكم ولحقت قوة الظلمة. أحكموا. عسوا عليه. وداوها العسكر وبداو يتمسخروا به زعما ملك اليهود. ايه ها هو ليك برنوس الملك. قول لنا واش راح يصرا. واش راح تسلكنا يا صاحب الجلالة، راح تسلكنا. هذا الراجل تاني معاه. لا لا يا مرام ما نعرفوش، شفتهم كانوا مع بعض. احنا خدامك. كيفاش راك تحس روحك بهذا المقام؟ انت واحد منهم. ما انا؟ لا لا. بلا شك هذا الراجل كان مع عيسى، على خطر هو تاني من الجليل. هيا امشي. ما رانيش عارف وش راك تقول. سيدنا عيسى دار شاف البطرس وتفكر بطرس واش كان قال له سيدنا عيسى قبل ما سردوك يعوعش، راك رايح تنكرني ثلاث مرات. يا الله نترجاك كون معايا رحيم واغفر على حساب رحمتك العظيمة. انت اللي غفرت لجدودنا كي عصاوك وخانوا عهدك، انت اللي غضبت عليهم بصح ما هلكتهمش على جال حبك الوافي والعهد اللي بيناتكم اعتقتهم. وسمعت لهم. شكون ضربك؟ او درك تعرف شكون اللي ضربك؟ حبسوا. هيا حبسوا، جيبوه لعند المجلس. سير. واجتمعوا شيوخ المجلس باش يحاكموا سيدنا عيسى.
قول لنا انت هو المسيح. كي نقول لكم راكم ما تمنونيش، وإلا نسقسيكم راكم ما تردوش عليها. بصح من اليوم ابن الإنسان يكون قاعد على يمين عرش الله القدير. أراك تقصد أنت ابن الله؟ أنت راك تقول. شكون عطاه القدرة باش يحضر هذا؟ كافر حرام. خلاص رانا سمعناه من فمه. اديوه لبيلاطوس. يلا امشي. ودوه القدام بيلاطس البنطي اللي هو أكبر حاكم شراني في بلاد الروم. هو وحده صلب 1000 واحد. ألا صبحتوا عليا؟ واش تديروا عندي؟ حكمنا هذا الرجل اللي يشوش في الشعب. كان يدير في الفوضى في سوق المواشي. كيفاش يكون عقابه؟ حكم عليه. هذا الرجل ما دار والو باش نعاقبه. بالصح راه ظالم، حرشوا الناس باش ما يخلصوا جزية القيصر، ويدعي روحه المسيح الملك. ملك؟ واش انت ملك اليهود؟ راك تقول. بدا في بلاد الجليل ودرك جا حتى لهنا. بلاد الجليل؟ علاش هذا الرجل جليلي؟ اما لا هيرودوس يتكلف به؟ يا كره مازال هنا في اورشليم، ادوه لهيرودوس. واش راك تدعي بروحك؟ وشكون هذو اللي متبعينك؟ سمعت باللي انت تدير المعجزات. هيا وري لي. سيدي راهو يشوش ويفسد جميع الشعب، حاسب روحو الملك. هذا مليك؟ سيدنا المليك اضربوه. رجعوه البلاط تماك بلادو. الراجل ما دار والو باش يموت. اما لا نعاقبو ونطلقو. يكفي العاده،
في كل عيد تطلق الناس راح واحد محبوس. اطلق لنا باراباس. ايه وسجن هذا الراجل. ايه سرح لنا باراباس. صلبوه صلبوه. ايه صلبوه صلبوه. انت جلدوه. بيلاطوس واش راك تستنى؟ المسيح. وعلاش راك تعذب فيه؟ راه ما دار والو. ألف دور بصح. زادوا كملوا يعيطوا بعلى صواتهم باش يصلبوا سيدنا عيسى، وحكم بيلاطس بالموت على سيدنا عيسى، وطلق لهم باراباس الراجل اللي كان في الحبس على جلفتنا وقتله، وسلم لهم سيدنا عيسى باش يصلبوه. سمعان كروان. اروح هنا. حلوا الرباط. عليك سيدنا، هاك اشرب اشرب اشرب. يا بنات ورشاليم ما تبكيوش عليا، ابكيوا على روحكم وعلى اولادكم، على خطر هي الهدار وهكذا على البلحطب الطري، كيفاش يكون مع اليابس؟ ربي معاك. أنا ندعي لك. هيا أهبط أهبط أول ميساء تبقى مشي. أطلع هيا أطلع بالخط. هيا أول أشغط زيد قدنا القدام. هيا هنا you
يرفدوه. حلوا الحبل. بابا اغفر لهم، ما يعرفوش واش راهم يديروا. يسلك الناس يسلك روحه. ياك انت المسيح سلك روحك وهبط من الصليب. هيا ورينا معجزات. وصلبوا سيدنا عيسى ما بين زوج حرايمية، وهكذا تحققت نبوة أنبياء الله اللي توحات لهم زمان. شوفوا حوايجهم مخالفين، ما كانش بحالهم. هيا ولا لا ما تقطعهم، نقولكم نلعبوا قرعة. والله ما تشوفها. خليها اصبر عك قافز. ها عندك الزهر راك ربحتهم، ودرك واش دير بهم كي ديتهم. وصمروا عند راسه لوحة مكتوب فيها هذا ملك اليهود. ولا انت ملك اليهود سلك روحك. انت المسيح سلك روحك واحنا معاك. خاف من الله، اراهم عاقبوه بحالنا
بصح هو ما دار والو. سيدي اتفكرني كي تكون في ملكوتك. نقول لك الحق، اليوم راك في جنة الفردوس معايا. وفي جويه 12 نتاع النهار الدنيا كامل ظلمت حتى الثلاثة. دلامت السمش ونشق حجاب المعبد من الوسط. بابا هيديك روحي ضابط قائد العسكر كي شاف واش صرا بدا يمجد في الله وقال: المجد ليك يا الله، صح هذا الانسان كان حقاني. كان واحد الراجل حقاني من مجلس الشيوخ اليهودي ما كانش موافقهم في رايهم، اخدا السراح من بيلاطس باش يدي جسد سيدنا عيسى ويدفنوا قبل المغرب وقبل السبت. اسمح لنا رانا نتبعوا في جثة سيدنا. ما فيها باس، بصح غاولوا السبت الحق. ومع الصباح بكري راحوا للقبر رافدين معاهم روايح الحنوط اللي وجدوه. صابوا الحجرة من ناحية من القبر وكي دخلوا ما صابوش جثة سيدنا عيسى. وعلاش تحوسوا على الحي ما بين الموتى؟ هو ما راش هنا،
راهو قام. تفكروا واش قال لكم كي كان في الجليل؟ لازم على ابن الإنسان يتسلم للمذنبين، يصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. تعرفوا راهي الحجرة منحية، كي دخلنا ما صبناش جدة سيدنا عيسى. كيفاش ما صبتوش جدة سيدنا؟ دخلنا زوج ملائكات يلمعوا بحال السمش وقالوا لنا علاش تحوسوا على الحي بين الموتى. صح صح، امنونا صدقونا. شفنا الملائكات، روحوا تشوفوا القبر فارغ وسيدنا ما كانش. بطرس لازم تأمننا. ودهر سيدنا عيسى الزوج من التابعين ورجعوا مهولين لعند الاخرين. بالحق سيدنا راهو قام وراهو ظهر سمعان. صحنا ما عرفناش كي كان في الطريق، كي كسر الخبز تما عرفناه في عماوس. علاش راح لتما؟ سلام لكم. علاش راكم دهشين؟ علاش تخليو الشك يدخل بالكم؟ ها يدي يا رجلي يا. شوفوني مليح، انا هو، مسوني شوفوا. الروح ما عنده لا الحم ولا عظم كيمانا، هذا هو الكلام اللي قلته لكم كي كنت مازال معاكم. كل واش مكتوب عليا في شريعة موسى في كتب الأنبياء وفي الزبور رايح يتحقق. ها واش مكتوب؟ لازم المسيح يتعذب ويموت ويقوم اليوم الثالث، وباسمه، بشرط التوبة الغفران للذنوب تتعلن جميع الأمات، تبدأ من مدينة أورشليم. راكم شهود على هذا الشيء، وانا نبعث الروح القدوس اللي وعدها لكم بابا. ابقوا في أورشليم حتى تنزل عليكم قوة الروح القدوس. الله يبارك فيكم. راهي تعطات لي جميع السلطة اللي في السماء وعلى الأرض. هيا روحوا وعلموا جميع الأمات وغطسهم باسم الأب والابن والروح القدوس، وعلموهم باش يحافظوا على جميع وشو صدقكم به. راني معاكم دايما حتى تفنى الدنيا. في الكتاب المقدس الله حاب اللي سيدنا عيسى رايح يجي باش يسلك الناس اللي في الدنيا. حياة سيدنا عيسى ثبتت باللي بالحق هو اللي تنبأوا عليه الأنبياء،
النبي إشعياء تنبأ وقال العذراء بالجوف ترفد وبتفيل تولد. قرون من بعد زيادة سيدنا عيسى حقت هذيك النبوة. في الكتاب المقدس مذكور باللي سيدنا عيسى يقول له ابن الله. هذا الشيء يعني باللي سيدنا عيسى وليده ماشي بالمعنى اللي تقصد الذات، بصح بالمعنى اللي تقصد الروح. وهذا الشيء نشوفوه في سيرة حياته، برا المرضى، سامح لهم ذنوبهم، رجعهم يسيروا في طريق الله، ووعدهم بإمكان في ملكوت الله دائما. قدم نفسه ضحية في عوضهم على جال ذنوبهم، ومن بعد رجع للحياة، انصرع للموت كما كان الله مخطط. سيدنا عيسى قال حتى واحد ما يأخذ حياتي مني، أنا اللي نضحيها برضايتي. حياة سيدنا عيسى تمت واش تنبأوا به الأنبياء، وتاني تبت تحقيقة كلمة الله المقدسة. الأنبياء قالوا كلام الله صحيح وتامم، كلامك يا ربي دايم. وسيدنا عيسى بنفسه قال السماء والأرض يزولوا، بصح كلامي عمره ما يزول. سيدنا عيسى جاء باش يعطي لنا الحياة الكاملة، بصح كي الإنسان عصى الله في جنة عدن خير يسير في الطريق اللي تخصه وحده وفعاله بعدوه على الخلق. الكتاب المقدس يصرح باللي الجميع ذنبوا وباللي عقوبة الذنوب هي الموت. هذا الشيء معناته موت الروح، يعني الفراق الدائم من الله. بصح كيما الله عطى كبش يفدي وليد سيدنا إبراهيم، هكذا بعد سيدنا عيسى المسيح باش يموت في مضربنا. حياته والموت ديالو وقيامته من بين الموتى رجعوا العلاقة بين الله وبين جميع المؤمنين به. ودروك دوك اللي يامنوا بسيدنا عيسى ذنوبهم تغفروا لهم، بصح تاني أرهم سلكوا من عذاب العقاب، أرهم ضامنين الجنة خالدين فيها معاه. واليوم سيدنا عيسى حرر كل واحد من الذنب والقوة وجعله يتحكم على الخطية. هذا الشيء ما يعنيش يتبعوا دين، بصح يخيروا الثقة والإيمان بسيدنا المسيح اللي قال أراني نوقف عند الباب وندقدق، لو كان كاش واحد يسمع الصوت ديالي ويحل لي الباب راني ندخل لعنده. هذا الشيء يعني نتوبوا لله ونامنوا باللي سيدنا عيسى يدخل في حياتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا كما يحب نكونوا. ما يكفيش نقبلوا كلامه بالفهمة ولا كي تصرى لنا حاجة تحننا، بصح لازم نتبعوه كي نعم علينا بالإيمان ونطلبوا منه بالإرادة ديالنا. كي يكونوا الناس واجدين باش يتبعوا سيدنا عيسى يقدروا يكلموه بدعاء سهل. بلاك راك واجدين دروك تقدموا حياتكم لله، وإلا كان هذاك هو الحال تقدروا تتبعوا في قلوبكم هذه الصلاة. يا سيدنا عيسى أنا نحتاجك، نشكرك على خطر مت على الصليب على جال ذنوبي. نقرب ذنوبي ونتوب. نفتح لك باب حياتي ونستقبلك كل منجي ديالي وسيدي. نشكرك على خاطر غفرت لي ذنوبي وعطيت لي الحياة الدائمة. اجعلني كما انت تحبني نكون. اجعلني من التابعين ديالك. امين. سيدنا عيسى قال على اللي يتبعوه الغنم ديالي يعقلوا الصوت ديالي، انا نعرفهم وهم يتبعوني. باش نجربوا الحياة المعمرة بالبركة اللي وعدها سيدنا عيسى لازم اللي تبعوه يداوموا في الصلاة ويقراوا الكلمة ديالو، لازم يبشروا به الاخرين ويتنظموا باش يكونوا مع المؤمنين اللي يحبوه وتبعوه.
وتاني تفكروا ما تنساوش وعده الصادق كي قال الله أعطاني جميع القدرة اللي في السماء والأرض. تفكروا راني معاكم دايما حتى لآخر الدنيا.